لا تحسنوا نمط حياتكم اليومي، خصوصا لما بتفكروا انه ما عندكم اشياء كتير تعملوها، او عندكم كتير اشياء تعملوها وما عندكم وقت. الافضل انه قبل ما تناموا نظموا نهاركم اللي جاي، تحطوا اولوياتكم وتفكروا خصوصا بالاشياء اللي بتحبوا انه تعملوها. تاني نهار وقتها توعوا، حطوا اولوياتكم وفكروا بالاشياء اللي بتحبوها هي اللي بتعطيكم دعم تتبلشوا نهاركم.